دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح نتابع اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في دور ربع النهائي بكأس الامم الافريقيه وكمان بطوله اسيا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان من دروس الإسراء الفرج بعد الشدة، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، والالتزام بالوقت المحدد ما بين 10 دقائق و 15 دقيقة كحد أقصى. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار دور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية. هيلتقي منتخب أنغولا مع منتخب نيجيريا الساعة 7 بالليل، 10 بالليل هيلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع منتخب غينيا. النهاردة والعشاء الكرة الأسيوية أيضاً موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار دور ربع النهائي بكأس أسيا. هيلتقي منتخب طاجكستان مع منتخب الأردن الساعة 1:30 الظهر، 5:30 هيلتقي منتخب أستراليا مع منتخب كوريا الجنوبية.